مباشرة إذن إلى داخل رفح الفلسطينية مع مراسل القاهرة الإخبارية زميل بشير جبر. بشير، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية الآن مع تحركات إسرائيلية سواء بإلقاء منشورات أو بالتهديد بالقصف أو بفعل قصف فعلي في شرق رفح؟ تحية لكم. يعني بالفعل تستمر حركة نزوح الفلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة رفح باتجاه المنطقة الغربية، وتحديدا باتجاه منطقة المواصي التي حدثتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة، وهي بالقرب من شارع الرشيد على الطريق الساحلي لقطاع غزة. هذه الحركة المستمرة لنزوح المواطنين تتزامن مع قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه عدة مناطق في شرق مدينة رفح ومنازل المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة. يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة رفح بشكل عام. هذه التحركات للآليات هي في منطقة الحدود الشرقية وليست في داخل مدينة رفح كما يعني يدور الحديث، إنما ما يدور حتى هذه اللحظة هو قصف مكثف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، يرافقه كذلك قصف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة. هذا القصف العنيف ومن الطائرات ومن المدفعية هو ما دفع بالفلسطينيين للنزوح من المناطق الشرقية بعد إلقاء الاحتلال المنشورات التي حددت المناطق التي تضم ما يزيد عن نحو 250 ألف فلسطيني يعيشون ما بين منازلهم في تلك المنطقة، بالإضافة إلى خيام النزوح ومراكز الإيواء المنتشرة في المناطق الشرقية لقطاع غزة. لكن بشير، المناطق التي طلبت قوات الاحتلال أهل رفح بالتحرك إليها ربما تبتعد بحوالي 10 كيلومترات عن شرق رفح، سواء في منطقة المواصي أو في غرب خان يونس، وهذه المناطق يعني ربما غير مؤهلة لأنها بالفعل استهدفت بقصف إسرائيلي سابق أدى إلى انعدام فرص وجود حياة مستقرة فيها. فهل هذه المناطق مؤهلة الآن لاستقبال هذه الأعداد بغض النظر عن الإمكانيات اللوجستية غير الموجودة بالفعل أو الناقصة بالفعل؟ يعني المكان المحدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكونه منطقة آمنة هي منطقة بالفعل هي عبارة عن منطقة أراضي زراعية، وبالتالي هي غير مؤهلة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين. أنت تعلم والكل يعلم بأن مساحة مدينة رفح هي 55 كيلو مترا مربع، ولكن نصف هذه المساحة هي يعني مشغولة بالسكان ومناطق حضرية، أما المناطق الأخرى هي عبارة عن أراضي زراعية. والمنطقة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي هي في ضمن المناطق الزراعية التي لا تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين، غير أنها بالأساس مشغولة بأعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يقيمون فيها خياما منذ الأيام الأولى للعدوان، وهم الفلسطينيون الذين نزحوا من المناطق الشمالية لقطاع غزة باتجاه جنوب القطاع. فهذا المكان في غرب مدينة رفح ومدينة خان يونس لا يستطيع استيعاب كل هذه الأعداد التي يدعو الاحتلال الإسرائيلي لنزوحها من مناطق رفح الشرقية باتجاه المنطقة الغربية، ونحن نتحدث هنا عن ما يزيد عن 250 ألف مواطن من السكان مدينة رفح وكذلك من النازحين الذين كانوا قد نزحوا إلى المناطق الشرقية لهذه المدينة. طيب بشير، بعد استهداف مناطق شرق رفح، هل أو كيف تبدو سماء رفح الآن بوجود طائرات، ربما طائرات استطلاع إسرائيلية، طائرات بدون طيار أو عمليات ربما عسكرية هنا أو هناك؟ يعني بالنسبة لأجواء مدينة رفح فالطائرات الحربية الإسرائيلية هي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام وتدخل أجواء مدينة رفح بين الفينة والأخرى، ولكن التحليق
المكثف هو لطائرات الاستطلاع بأنواعها، سواء الطائرات المسيرة وكذلك طائرات الدرون الصغيرة وغيرها من طائرات الاستطلاع التي لا تفارق أجواء قطاع غزة وتقوم بمهام استخبارية ويعني مهام على للكشف عن مواقع المواطنين الفلسطينيين ورصد حركتهم في مدينة رفح بشكل عام. هي لا تفارق أجواء قطاع غزة وموجودة بكثافة في الأجواء. بالإضافة إلى هذا التحليق المكثف من الطائرات، هناك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية خارج حدود قطاع غزة. هذا التحرك العسكري الإسرائيلي هو ملحوظ للآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا منذ ما يزيد عن 3 أو 4 ساعات من الآن، وهناك تحركات لتلك الآليات العسكرية في المناطق الشرقية شرق قطاع غزة. نعم، زميلنا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، أشكرك جزيل الشكر، سنكون معك بالتأكيد في متابعة ما يجري تبعا.